كان وقع الخبر أقوى من قلبها الحنون وروحها الشفافة، وكأنها لم تستطع ترك ابن أخيها يرحل وحيداً. هي عمة الشاب محمد علي فردوس، اعتادت تدليله منذ الصغر وحملت في طياتها أجمل تفاصيل الأم، وتوفيت لتدفن العمة مع ابن أخيها، حيث انقلب الحزن في يارون ألماً مزدوجاً. صار في تحول دراماتيكي نوعاً ما بالفاجعة لما عرفنا أنه عمته اللي هي بمثابة أمه اللي هي مربيته، بس عرفت بالخبر ما كان فيها تتحمل الوضع، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أذاب خبر وفاة الشاب ابن 16 سنة قلوب محبيه، حيث قضى الأسبوع الفائت في حادث سير مؤسف في الباراغواي. وفي التفاصيل أن سيارة انقلبت وبداخلها 3 شبان لبنانيين، مما أدى إلى وفاته مع الشاب أحمد علي صلاح جابر، فيما أصيب الشاب الثالث بجروح. وكان للعمة المريضة بالكلى الحاجة وفاء عادل فردوس النصيب الأكبر من الحزن، إذ لم تستطع تحمل ثقل المصاب فتوفيت بعدما أرهقتها الدموع وأتعبها النحيب. اليوم قلوبنا كلها بكيت يارون من 71، ونحن خلقنا على شهداء الغربة بهذه البلدة. صار عنا 40 شاب وأكثر. نحن كل حجر بهذه الضيعة وكل شجرة مقابلة في شاب توفى واستشهد بالغربة. وفي مشهد مؤثر وريت أم علي الثرى إلى جانب محمد صباح اليوم، حيث صلى على الجثمان سماحة السيد عطلة جعفر، وودعتهما يارون الجنوبية بمأتم حاشد. ولعل الشائع أن الموت يفرق الأحبة، لكنه اليوم جمع روحين طاهرتين بين يدي غفور رحيم. يعني راحوا الرفق أسوي، وين الكانوا يحن علي، ما عادوا يطلوا يومي هيك.